لقاءات رسمية للحوثيين مع عدد من قادة النظام الإيراني في طهران لبحث توترات في البحر الأحمر والتصعيد بالمنطقة. والسلطات التركية تضبط عشرات المتهمين بتنفيذ أنشطة جاسوسية لصالح مخابرات إسرائيل الموساد في الأراضي التركية. أهلا بكم. ضمن تداعيات الأزمة في البحر الأحمر، استقبل وزير خارجية النظام الإيراني في طهران متحدث الميليشيات الحوثية ورئيس فريقها التفاوضي ضمن لقاء رسمي لبحث التوترات في المنطقة. جاء ذلك خلال بيان للخارجية الإيرانية أكدت من خلاله بأن الجانبين بحثا المستجدات الإقليمية بالتزامن مع التلويح الغربي بتنفيذ ضربة عسكرية للميليشيات الحوثية وإعلان الولايات المتحدة قتلها 10 من منتسبي الميليشيات في البحر الأحمر. وبشكل مقتضب عبر وزير خارجية طهران بحسب البيان عن دعم بلاده لمسار الحوثيين في اليمن، معربا عن ترحيبه بما اعتبره التقدم في المفاوضات اليمنية التي أتت معظم بنودها لصالح الميليشيات الحوثية. وأكد البيان التقاء متحدث الميليشيات بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران لبحث التصعيد في المنطقة. ويؤكد مراقبون على أن اللقاءات الحوثية الإيرانية تهدف لاحتواء التهور الحوثي مع تزايد التوتر الدولي نتيجة التصعيد في البحر الأحمر بمساندة ودعم إيراني. وفي سياق آخر، أوقفت السلطات التركية 33 شخصا للاشتباه بتنفيذهم أنشطة تجسس دولية لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية الموساد. وبحسب الإعلام التركي، جاءت عمليات الإيقاف التي شملت 8 ولايات تركية في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها به، فيما لا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن 13 مشتبها به في عمليات التجسس. وفي ذات الصدد، قال وزير الداخلية التركي بأن أجهزة الموساد تهدف إلى القيام بأنشطة المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا لأسباب أكد بأنها إنسانية. وأضاف بأن العمليات الأمنية التركية ضبطت أسلحة غير مرخصة وذخائر ومواد رقمية ومبالغ مالية تزيد قيمتها عن 150 ألف دولار أمريكي لأغراض التجسس. وفي الملف الفلسطيني، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد وجرح عدد من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وتدمير العديد من المنازل والمنشآت خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم 88 على التوالي. وبحسب الوكالة، شهد شمال مخيم المغازي وعدد من المدن في المحافظات الوسطى لقطاع غزة قصفا مكثفا للاحتلال الإسرائيلي عبر مختلف الوسائط النارية الجوية والبحرية، كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثف على مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وسقوط عشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء. ووثقت مشاهد للوكالة أعداداً كبيرة للنازحين تفترش الأرض في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية ضمن أوضاع إنسانية مأساوية تفتقر لأدنى مقومات الحقوق الإنسانية. تدشين أعمال الاجتماع التأسيسي لمجلس العموم الجنوبي في العاصمة عدن بالتزامن مع زيارة لوفد إماراتي رفيع للعاصمة وقائد القوات المشتركة يستقبل شيخ قبائل الدماشقة بعد فشل الوساطة الرئاسية في مأرب. الاصطفاف الجنوبي وتعزيز اللحمة الوطنية ليتسع الجنوب للجميع ولكل وبكل أبنائه وضع أفضل لبناء الدولة الجنوبية بعدما حققته القيادة الجنوبية في العام 2023 من مكاسب سياسية على المستويين الداخلي والخارجي، الأمر الذي يحتم ضرورة الوقوف صفا واحدا رغم المنغصات اليمنية الكيدية، ليؤكد الجنوبيين في كل عام تحقيق تطلعاتهم المتمثلة في استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة. يا
يصر الجنوبيون على المضي قدما في مسار استعادة الدولة وفك الارتباط عن اليمن الشمالي. قضية شعب الجنوب وسعيه لاستعادة دولته قضية تتصدر أحداث كل عام بامتياز، كما أن المجلس الانتقالي لا يزال المعبر الوحيد عن لسان حال الشعب في الجنوب ويقود مسار استعادة دولته بتفويض الحاضنة الشعبية. محطات شهدها الجنوب في العام المنصرم كان أبرزها مشاركة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي مثلت للمرة الأولى إزاحة العزلة الدولية عن الجنوب وفرصة لعرض القضية الجنوبية في أروقة القرار الدولي وفرض تأثيرها على عملية السلام القائمة التي تقودها المملكة العربية السعودية وبوساطة عمانية كانت الأكثر حضورا هذا العام. الجنوبيون تطلعوا أن تنجلي العزلة الدولية عن قضية الجنوب ويمنون النفس مثل ما يقبل المبعوث الأممي بشرعنة الميليشيات الإرهابية في صنعاء كسلطة أمر واقع، فإن في الجنوب سلطة أمر واقع فعليا ويستوجب حل الدولتين وسيكون عامل استقرار دولي وإقليمي بعد أن أثبت الجنوب أنه شريك فاعل في محاربة الإرهاب وجدارته في حماية قوام الدولة والحفاظ على ما تبقى من شرعيتها. مثلت زيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الخارجية في العام المنصرم علامة فارقة في دبلوماسية القضية والتي تصدرت مباحثات إقليمية ودولية بشكل مباشر مع المجلس الانتقالي الجنوبي وشكلت منعطفا جديدا في مسار استعادة الدولة الجنوبية على المستويين الخارجي والداخلي. فبعد التقارب الجنوبي الذي توج بالتوقيع على ميثاق الشرف الجنوبي في 8 مايو من العام 23 بالعاصمة عدن والذي أتى إيمانا بمبدأ الشراكة الوطنية الجنوبية وتجسيدا للتلاحم الجنوبي وحفاظا على الانتصارات المحققة وضمانا لاستمرارها ووفاء لتضحيات شعب الجنوب التي قدمت، هذا الاصطفاف الوطني وتوحيد الجهود أسهم في إيجاد عمل سياسي أكثر انسجاما بين القوى السياسية الجنوبية لخدمة مصالح الوطن والمواطن، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يقف فيها الجنوب أمام استحقاق سياسي في مشاورات الحل النهائي. انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في حضرموت كانت علامة فارقة في حضرموت، أكدت وقتها الاقتراب من أهم استحقاقات حضرموت بل ورأس أولويات أبنائها بتمكينهم عسكريا وأمنيا وإداريا على كافة مناطق حضرموت ساحلا وواديا وصحراء. ورغم خطوة الشراكة الوطنية الجنوبية على ضوء الرؤى والمشاريع التي صاغها ممثل المكونات والقوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية، إلا أن وقعها في حضرموت أفرز سجالا سياسيا رافقها طوال النصف الثاني من العام، ولم تتحقق أولويات أبناء حضرموت المتمثلة بدحر قوات المنطقة الأولى وفرض السيطرة على وادي المحافظة الرازح تحت القوى والأحزاب اليمنية، بل أعاد تمكين مشاريع اليمننة في واديها ومحاولاتهم زعزعة ساحلها المطمئن بهواجس مجالس يمنية بامتياز. مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة والمجلس الرئاسي شكل عبئا كبيرا في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعب الجنوب بحسب تصريح للواء الزبيدي، وفاق أمام المعاناة الإنسانية وهي الأسوأ منذ تاريخ البلاد، الأمر الذي ينذر بحسب متابعين إلى فقد المجلس الانتقالي لحاضنته الشعبية التي كانت لها الدور الأبرز في تعزيز مكانة الجنوب لدى دول الإقليم والعالم، ما يتطلب فض هذه الشراكة والاتجاه نحو تفعيل سياسة الأمر الواقع، فأبناء الجنوب هم الأقوى والأجدر على إدارة مناطقهم، وما قرارات ترتيب البيت الجنوبي ووضعه العسكري والإداري إلا سبيل نحو تمكين الجنوبيين في أرضهم. وعلى المدى المنظور يبدو أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تميز بسياسة النفس الطويل والمرونة العالية سيذهب إلى أقصى ما يمكنه مع مساعي الحل الشامل للأزمة التي تقودها الرياض برعاية أممية، ولكن في الداخل يظل المجلس محكوما بجملة من القواعد والمبادئ الراسخة التي قام عليها والتي تمثل عقدا وطنيا اجتمعت تحت مظلته معظم وأهم فصائل الحراك الجنوبي والأطراف الجنوبية الأخرى. بالنظر لهذا الأمر تبدو خيارات المجلس مفتوحة وعلى كل الأصعدة، وهي خطوة على طريق قد يطول لتحقيق أهداف القضية الجنوبية، فلابد من السير فيه متوازيا والإمساك بالأرض، فهي ضمانة مشروع الجنوب.
يجتمع مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة الجنوبية عدن ليؤكد الاصطفاف الجنوبي ويحث على ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والعمل على دحر الإرهاب الحوثي عن الجنوب ومقدراته، وليؤكد بأن الشعب الجنوبي عازم على بناء دولته وانتزاع حقوقه إذا تطلب الأمر. المزيد عن تدشين أعمال الاجتماع التأسيسي لمجلس العموم في هذا التقرير. وإذ نؤكد أن لا رجعة عن استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية. في رد أقل ما يقال عنه بأنه ناجع، ويرسل رسائل واضحة للقوى الإقليمية والدولية والمحلية بأن حقوق الشعب الجنوبي غير قابلة للمساومة والنقاش باعتباره شأنا وطنيا يقرر شعب الجنوب مصيره ومستقبله دون تدخلات خارجية. تحذيرات أطلقت على الطريقة الدبلوماسية عبر اصطفاف جنوبي تاريخي ضمن الاجتماع التأسيسي لمجلس العموم للانتقال الجنوبي الذي يهدف في بداية انطلاق العام الجديد بالعاصمة عدن إلى تعزيز الأداء السياسي والعمل المؤسسي نحو استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة. ها أنتم اليوم تدشنون من العاصمة عدن الاجتماع التأسيسي لمجلس العموم الذي يضم هيئة الرئاسة والجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والهيئة التنفيذ العليا والهيئة المساعدة، تجسدون الاصطفاف الوطني الجنوبي لتعزيز الأداء السياسي والبناء المؤسسي على طريق استعادة وبناء دولتنا الجنوبية الفيدرالية المستقلة. وبعد استكمال المجلس الانتقالي بناءه التنظيمي والمؤسسي، جاء انعقاد مجلس العموم لمناقشة كامل القضايا الاستراتيجية الجنوبية والتي تمثل الجنوب مصيرا سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا محتوما على يد أعداء المستقبل السياسي للجنوب ومن والاهم في الداخل وعلى المستوى الإقليمي. فقد أكد المجلس على خطورة التقلبات السياسية وضبابية مستقبل السلام مع الميليشيات الحوثية إلى جانب تهديد الأزمات الاقتصادية والإنسانية للنسيج الشعبي الجنوبي. واعتبر المجلس بأن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر والمنطقة يهدد الأمن القومي والغذائي للشعب الجنوبي بشكل دائم. إن عمليات التصعيد الحوثي في البحر الأحمر تهدد وبشكل مباشر الأمن القومي الغذائي للجنوب وتفاقم من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية وتداعياتها، وتعطل حركة الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر. سبق ذلك ممارساتهم في التضييق والحصار ومنع دخول السفن إلى موانئنا منذ أكثر من عام، مما خلف أزمة إنسانية غير مسبوقة. ونظرا للمخاطر المحدقة، شدد الرئيس الزبيدي ضمن الفعالية على ضرورة استكمال بناء مؤسسات الدولة الجنوبية وتمكين القيادات والكفاءات الجنوبية المؤهلة فيها والعمل على محاربة الفساد في كافة مؤسسات الدولة، كما أشار على أن اجتماع المجلس يجسد اصطفافا جنوبيا حقيقيا، ومؤكدا في رسالة حازمة إلى أن الشعب الجنوبي لن يلتزم الصمت إذا ما انتزع حقه وأخذت مقدراته، مشيرا إلى طرد الميليشيات الحوثية من الجنوب أنه خير رسالة تقي ويلات التداعيات على رؤوس قادة الميليشيات وأعوانها، ومؤكدا بأن خيار استعادة الدولة الجنوبية لا رجعة فيه ويعد مصلحة إقليمية ودولية مشتركة. ومع اشتداد الأزمة وتزايد حجم التضييق، استقبل نائب مدير أمن العاصمة عدن العميد أبو بكر جبر وفدا إماراتي رفيع المستوى يتقدمهم اللواء أحمد سيف المهيري والفريق المرافق له بمطار عدن الدولي. وأطاف النائب والوفد الإماراتي بمبنى إدارة الأمن عقب إعادة تأهيله بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد تعرضه للهدم نتيجة الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على العاصمة عدن. وأشار نائب مدير أمن عدن إلى أن الأشقاء الإماراتيين قاموا بإعادة تأهيل مراكز شرطة الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة وكابوتا، فيما يتم حاليا تأهيل مبنى إدارة أمن العاصمة عدن، متقدما بجزيل الشكر للأشقاء في دولة الإمارات على مواقفهم الأخوية الصادقة ودعمهم السخي في تأهيل وتدريب قوات الأمن وإعادة تأهيل مراكز الشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. وعلى خلفية الأحداث في مأرب، استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزمع بمكتبه في قيادة القوات المشتركة شيخ قبيلة الدماشقاء الشيخ ناصر العوشان.
ويأتي اللقاء على خلفية فشل الوساطة الرئاسية في مأرب بين جيش الشرعية والقبائل، حيث التقى العشان في وقت سابق رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتفاوض حول رفع المطارح القبلية المسلحة بعد تحريك أسعار المشتقات النفطية، إلا أنه لم يتم الاتفاق مع الرئاسة. العشان رفع الشكر والتقدير للمملكة على جهودها الصادقة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعمها الدائم وغير المحدود للشرعية اليمنية. وفي ضربة جديدة للحوثيين، أعلنت السلطات اليمنية بمحافظة المهرة ضبط أجهزة تشويش طائرات مسيرة في منفذ جمارك شحن على حدود البلاد الشرقية قبل تهريبها للميليشيات الحوثية. جاء ذلك خلال بيان لمصلحة الجمارك اليمنية أكدت من خلاله بأن موظفيها تمكنوا من ضبط 9 أجهزة تشويش للطيران المسير كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين. كما أكدت بأن أجهزة التشويش كانت مخفية داخل صناديق ماكينات اللحام. نشرتنا متواصلة وفيها أيضا: حضرموت مثلت المعادلة السياسية الأكثر تعقيدا خلال العام 2023. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يترأس بالمكلا اجتماعا مشتركا مع رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية. مجهولون يفجرون أنبوبا رئيسية للنفط الخام في شبوة. شهد العام 2023 حراكا سياسيا ودبلوماسيا لإعادة إنعاش المسار السياسي المتعثر بهدف التوصل لتسوية سياسية تنهي الحرب المستمرة في اليمن. وخلال هذا العام لم تغب حضرموت عن المشهد السياسي للساحة اليمنية، حيث لفتت أنظار الحكومة والدول الراعية للسلام، وكانت لها مشاركة قيادية فاعلة في صدارة المشهد الجنوبي ومستقبله، وبقيت ولا زالت نابذة للمشروع اليمني وحلفائه حتى من أبنائها الذين نصبتهم القوى اليمنية على رأس مكونات هلامية. المحطات السياسية التي شهدتها حضرموت نرصدها لكم في هذا التقرير. تمثل حضرموت وقبائلها العمق الاستراتيجي للجنوب تاريخيا ومستقبلا. هذا العمق لم يكن ليوجد إلا نتيجة لموقفها الوطني والحاضر تجاه الجنوب وولائها للأرض والدولة في منعطفات سياسية جمة، لتجسد بذلك القيمة الفريدة لحضرموت وقبائلها والعمق التاريخي لها، والذي يجعل منها ذات مشاركة قيادية فاعلة في صدارة المشهد الجنوبي ومستقبله، ونابذة للمشروع اليمني وحلفائه حتى من أبنائها. العام 2023 لم تغب حضرموت عن المشهد السياسي للساحة اليمنية، حيث لفتت الأنظار عقب زيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أثناء احتضان مدينة المكلا للدورة السادسة للجمعية الوطنية، والتي أتت بعد نجاح الحوار الجنوبي للقوى والمكونات السياسية الجنوبية في عدن، وما تمخض عنه من توقيع على ميثاق الشرف الوطني الجنوبي والتفاف القيادات الجنوبية حول بعضها، ولعل أبرزها انضمام النائب في المجلس الرئاسي اللواء فرج البحسني للمجلس الانتقالي، وهو أحد أبرز رجالات حضرموت في الآونة الأخيرة.
العام 23 حمل الإعلان عن نقل سلطة منفذ الوديعة البري إلى أبناء حضرموت، والذي جاء عقب زيارة وفد سعودي عسكري رفيع لساحل ووادي المحافظة برفقة أركان الجيش اليمني، وعقدهم سلسلة لقاءات مع القيادات العسكرية والمدنية بالمحافظة. إلا أن الزيارة حملت مضامين كثيرة أفصح عنها في الإعلان عن تسليم منفذ الوديعة ومطار ريان الدولي للسلطة المحلية في حالة أشبه بالمساومة مع القوى اليمنية المتنفذة، والتي لم ترضى بسيطرة الحضارم على كامل تراب أرضهم. ولم يتضح بعد ما إذا كان المنفذ الحدودي مع السعودية تحت سيطرة النخبة الحضرمية أم قوات حضرمية تحت هيمنة يمنية. حالة من التصعيد السياسي شهدتها حضرموت منتصف العام مع ظهور مكون سياسي جديد متفرخ من حزبي الإصلاح والمؤتمر اليمنيين، والذي جاء كردة فعل تقليدية عقب زيارة الزبيدي لعاصمة حضرموت، وما تلاها من تداعيات سياسية أثارت هواجس القوى اليمنية التي دأبت على بث الفتن والصراعات الداخلية للحفاظ على نفوذهم اليمني في العمق الحضرمي. عودة حضرموت لحضن اليمننة أثير بعد الخطابات العاطفية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي أيضا جاء لعاصمة المحافظة في زيارة حملت معها زخما عكسيا بعدما داعب مشاعر الحضارم بحكم ذاتي ومشروع مستقل لهم كنموذج للحكم المحلي، وما أن غادر العليم المكلا حتى أثيرت معها نداءات حزبية يمنية بمشروع حضرموت ومن العاصمة السعودية الرياض. لم تقف تداعيات ذلك عند هذا الحد، حتى ظهر فجأة البيان السياسي لحلف حضرموت الذي هاجم فيه السلطة المحلية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والشريك الفاعل في تحرير ساحل حضرموت من قوى التطرف والإرهاب، وما أفرزه البيان من التباينات وشكل أزمة داخلية لولا حكمة أبناء وقيادة المحافظة لما وئدت هذه الأزمة. في وادي المحافظة بقيت الأمور على ما هي عليه عدا تغييرات في الجانب المدني، ولكن بقي حزب الإصلاح هو المسيطر ليس على الجانب المدني فقط بل على الجانب العسكري في قيادة المنطقة الأولى حصن الإخوان المنيع، والتي لم تطالها التغييرات العسكرية المدفوعة من قوى الإخوان مثل ما تمت في ساحل المحافظة، والتي أزعجت القوى المنضوية تحت راية الجمهورية اليمنية. إلا أن الانتشار المحدود لقوات درع الوطن المقبولة نوعا ما لدى الأطراف السياسية أجهض الزخم العسكري في تحرير وادي حضرموت من قوى الفيد والنهب وبقايا عصابة 94. أواخر العام 23 الذي تزامن مع مرور عام كامل على تولي المحافظ مبخوت بن ماضي زمام الحكم لسلطة حضرموت، كان قرار المكتب التنفيذي للسلطة المحلية وبالإجماع في اجتماعه المشترك ساحلا وواديا بتوقيف توريد الإيرادات المركزية لحكومة عدن، كان حجر الزاوية في المعادلة السياسية لحضرموت خلال العام المنصرم، وكيف أثار هذا القرار حفيظة الحكومة والمجتمع الدولي تجاه المحافظة التي ترفض خزينة الدولة بنحو 70% من موازنتها، ولكن شعبها بات يعيش في فقر مدقع نتيجة استباحة الحكومة ومتنفذيها لمقدرات حضرموت. لم تكن حضرموت يوما متمردة على الدولة، بل هي الدولة بعينها أمن وأمان واستقرار. حضرموت على مر الفترات والأنظمة الحاكمة شكلت أنموذجا في شتى مجالاتها، ورغم ما تتبجح به الحكومة من إنجازات حضرمية تتنصل بالوقت ذاته عن التزاماتها تجاه المحافظة، الأمر الذي ضاعف من المنغصات على المواطن خاصة في الجوانب الخدمية، لتبقى السياسات الغير متوازنة للحكومة وتفضيلها لمحافظات شمالية دون غيرها مفترق الطرق لقرار الحضارمة لما بعد قرار وقف التوريد. ناقشت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن اللجنة الإشرافية للحماية الاجتماعية في اجتماع لها بالعاصمة عدن برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ناقشت المسودة الخاصة بواقع الحماية الاجتماعية وتحليل الفجوات المقدمة من اليونيسف. وأكد الوزير الزعوري خلال الاجتماع على أهمية تطوير الإطار الاستراتيجي للحماية لمواجهة التحديات التي تواجه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع
ومراجعة النسخة المعدلة لتحليل الفجوات وإغنائها بالبيانات والإحصاءات. وفي سياق آخر، ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع لجنة الإغاثة الإنسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي جملة من القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني ونشاط المنظمات الدولية والمحلية في الإغاثة وتقديم الخدمات، متطرقا إلى دور الوزارة في عملية الإشراف على عمل منظمات المجتمع المدني وأنشطتها الإنسانية والتنموية في محافظات الجنوب والمناطق المحررة. افتتح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب الدكتور شوقي الشرجبي ومعه وكيل العاصمة عدن لشؤون المشاريع المهندس غسان الزامكي مستشفى الهلال الأبيض الدولي، وأشاد الحاضرون بدور القطاع الخاص في تعزيز القطاع الطبي بالعاصمة عدن، مشيرين إلى أهمية إقامة مثل هذه المشاريع التي تخدم القطاع الصحي وتساهم في تخفيف الأعباء التي يعاني منها القطاع ورفدها بالكوادر الصحية المتخصصة. التقى رئيس الجمعية الوطنية علي الكثيري رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت محمد الزبيدي، واطلع الكثيري على مجمل الأوضاع العامة والمستجدات بمديريات وادي وصحراء حضرموت وسير عمل الهيئات التنفيذية في المديريات، بالإضافة إلى خطة الهيئة للعام 2024 والتي تضمنت أهدافا واستراتيجيات ومشاريع وبرامج تخدم المواطن في وادي حضرموت وتلامس احتياجاته. ترأس وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق اجتماع لمناقشة تفاصيل مشروع السوق المركزي للأسماك والخضار واللحوم بمديرية الشحر، وناقش اللقاء آلية تنفيذ المشروع وتفاصيله، فيما استمع الوكيل الفني من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن خطة العمل للمشروع بعد التنسيق مع الجهات المختصة، حيث يأتي المشروع بتمويل من قبل الوكالة وباعتماد رسمي من الحكومة الألمانية. ترأس مدير تربية ساحل حضرموت أمين باعباد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات الأولية لإقامة معرض الوسائل التعليمية الإلكترونية والابتكارات المزمع إقامته في فبراير القادم، واستعرض رؤساء أجنحة المعرض عرضا تقديميا لمحتويات المعرض والمعايير الواجب توافرها في كل أجنحة المعرض والذي سيشارك فيه طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والخاص، وسيضم المعرض 7 أجنحة الوسائل التعليمية والإلكترونية وجناح التجارب المختبرية الافتراضية وجناح الابتكارات وجناح الروبوت والذكاء الاصطناعي وجناح الحاسوب وجناح المهارات الحياتية وجناح التصوير الفوتوغرافي. أقامت جامعة المهرة مؤتمرا صحفي للإعلان عن المؤتمر العلمي الدولي الأول تحت عنوان التعليم التنمية المستدامة المقرر انطلاقه في 27 من أكتوبر القادم، وأكد رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كلشات أهمية المؤتمر العلمي في تحقيق أهداف الجامعة العامة، لافتا إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يقام في المحافظة تحت مظلة جامعة المهرة وبمشاركة جامعات دولية. وعبر كلشات عن تقديره للجهود التي يبذلها أعضاء لجان الإعداد والتحضير للمؤتمر. قالت مصادر محلية في شبوة أن مسلحين مجهولين فجروا أنبوبا رئيسية لنقل النفط الخام الرابط بين حقول جنة هند بمديرية عسيلان وخزانات العالم النفطية بميناء النشيمة النفطي. وأضافت المصادر أن عملية تفجير الأنبوب جاءت عقب إخلاء قوات الحماية مسؤوليتها نتيجة عدم صرف مرتباتهم منذ نحو 1 و3 أشهر، وسبق أن فجر مسلحون مجهولون قبيل أيام هذا الأنبوب. وغالبا ما تتعرض أنابيب النفط لأعمال تخريب من قبل مسلحين مجهولين أو قبليين خاصة في مواقع الامتياز النفطي في المحافظات الجنوبية. ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. حضرموت مثلت المعادلة السياسية الأكثر تعقيدا خلال العام 2023. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يترأس بالمكلا اجتماعا مشتركا مع رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية. مجهولون يفجرون أنبوبا رئيسيا للنفط الخام في شبوة. نشرتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.